خلينا نتحول لموضوع تاني. تم الانتهاء من تنفيذ محطة كومومبو لإنتاج شتلات قصب السكر، واللي بتعتبر الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وكمان أفريقيا. إنشاء المحطة دي بيأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات، واللي هيوفر كميات كبيرة من المية والأسمدة خلال الزراعة ده، بغير إن هو طبعا هيزود الإنتاجية. خلينا نتابع. على أرض الخير بمحافظة أسوان، تم الانتهاء من تنفيذ محطة كومامبو لإنتاج شتلات قصب السكر التي تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بتكلفة 300 مليون جنيه، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في إنتاج شتلات القصب كبديل عن زراعته بالعقل، والذي يوفر كميات كبيرة خلال الزراعة. وتأتي خطة التوسع في زراعته بنظام الشتلات واستخدام أفضل أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج، مما يحقق مردوداً اقتصادياً إيجابياً للمزارعين مع رفع مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتقع المحطة على مساحة 26 فداناً لإنتاج شتلات القصب بكومومبو بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون شتلة في الموسم، لتكفي لزراعة 4000 فدان بالشتل في الموسمين بتمويل من هيئة تنمية الصعيد. وتستهدف خطة وزارة الزراعة إنشاء محطات لإنتاج شتلات القصب بتكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل، حتى تكون نموذجاً يحتذى به للقطاع الخاص، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض، وأيضاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر لكونها السلعة الاستراتيجية الهامة مع تقليل فاتورة الاستيراد. وتأتي تلك الجهود على أرض محافظة أسوان لدعم وتطوير مشروعات الاستصلاح الزراعي بوادي النقرة ووادي الصعيدة وتشكى الخير وغيرها من المشروعات، سواء القومية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من أجل إحداث طفرة ملحوظة في التنمية الزراعية والحيوانية بمختلف القرى والنجوع على مستوى الجمهورية.